السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية مع العناوين. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يهنئ أخاه وسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية وسفير دولة اليابان، اللذين أديا له زيارة وداع غداة انتهاء مهامهما. على ضوء مخرجات مجلس الوزراء، التلفزيون يقف عند مكسب رفع المنحة السياحية الحج والطلبة تلبية لتطلعات المواطنين. قرارات يعني تاريخية وتستجيب للمطالب الشعبية والوعود التي قطعها السيد الرئيس. المنحة التي تزيد في تحسين ظروف الحجيج في البقاع المقدسة. حكومة أنا رأي تبذل الجهد لازم به توقف مع الطلبة. انطلاق ودخول الرسمي للدورة التكوينية الجديدة، والقطاع يتعزز بنحو 400 ألف مقعد بيداغوجي مسيرة للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني. في الجهد التنموي مشاريع حيوية لفائدة سكنة إيناميناس، وفي النشاط الفلاحي تدابير وإمكانات مسخرة في عملية الحرث والبذر تبشر بموسم فلاحي وافر بجلمة. في المغرب نظام مخزني يتاجر بدماء شعبه ويقتات من فقره مروجا لأوهام الإنجازات الزائفة الداعمة لنزعته الاستعمارية وسياسته التطبيعية، والجوساسة وجه آخر من أوجه الخطط الظلامية للنظام المخزني. بداية، هنأ أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية أخاه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بأمس سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية السيد لي جيان، الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بعلام. سفير جمهورية الصين الشعبية أكد عقب استقباله من قبل السيد الرئيس متانة العلاقات الاستراتيجية الصينية الجزائرية التي دخلت حقبة جديدة. خلال العامين الماضيين منذ أن توليت المنصب وتحت توجيه رئيسي بلدينا، دخلت شراكتنا الاستراتيجية الصينية الجزائرية حقبة جديدة. لقد تعززت الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتنسيق السياسي بين بلدينا بشكل أكبر، كما أن الطرفين تجاوزا التعاون في الشؤون العسكرية الثنائية وعملا معا للحفاظ على السلام الدولي والإقليمي. التعاون الاقتصادي والتجاري بيننا وبين الجزائر نشط للغاية، حيث يتنامى في مجال البناء والبنية التحتية ويتقدم بشكل جيد في عدة مشاريع، منها مشروع بناء خط السكة الحديدية بشار تندوف غارجبيلة. لقد تم التوصل إلى توافق مبدئي حول آلية تمويل بعض المشاريع المهمة، وفي الوقت نفسه يواصل بلدان تعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والثقافة والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي ومكافحة التصحر وما إلى ذلك. عديد الشركات الصينية لديها الرغبة الجادة في القدوم والاستثمار في الجزائر، نظرا لأن الجزائر تعتبر سوقا عالية الجودة في المنطقة وموثوق في آفاق التنمية الخاصة بالبلاد. التبادلات الإنسانية بين الصين والجزائر غنية ومتنوعة. في العامين الماضيين قام أكثر من 20 وزيرا وأكثر من 100 وفد من الطرفين بزيارات متبادلة، وهو ما عزز التعاون في المجال البرلماني، الأحزاب السياسية، الشباب، النساء، المحاربين القدامى، الأشخاص ذوي الإعاقات، النقابات وغيرها.
كما أظهرت هذه التبادلات الطابع العالمي المتزايد للتعاون الصيني الجزائري. ومع تعميق التبادلات الإنسانية بين الصين والجزائر، آمل أن يحقق التعاون السياحي بين البلدين تقدما جديدا. حاليا وتحت قيادة الرئيس تبون، وجدت الجزائر بالفعل مسارا تنمويا يتماشى مع واقعها الخاص. الصين تدعم بحزم الجزائر في سعيها لتحقيق هذا المسار، وتدعمها بقوة في لعب دور مهم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي قيادة الشؤون الإقليمية. الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الجزائر لتنفيذ كامل البنود 10 للشراكة بين الصين وإفريقيا التي أعلنها الرئيس تشي جين بينغ في قمة الفوكاك، والمساهمة بشكل أكبر في بناء الجزائر الجديدة خلال ولاية الرئيس تبون الثاني. كما استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم سعادة سفير دولة اليابان السيد كونو أكيرا الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. وعقب الاستقبال أكد سفير دولة اليابان أن العلاقات الممتازة بين الجزائر واليابان منذ أكثر من 60 عاما سمحت بتجسيد العديد من المشاريع الثنائية في العديد من المجالات. لقد تم استقبالي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ختام مهمة كسفير اليابان لدى الجزائر. هذا البلد الذي قدم لي ترحيبا حارا ولا ينسى خلال فترة إقامة التي استمرت لما يقارب 4 سنوات. الجزائر أصبحت الآن البلد الذي قضيت فيه أطول فترة في حياتي المهنية كدبلوماسي. تتمتع اليابان والجزائر بعلاقات ممتازة منذ أكثر من 60 عاما. هذه السنوات الطويلة من الصداقة والثقة المتبادلة سمحت لنا خلال مهمتي بتحقيق العديد من المشاريع الثنائية مثل الإطارين القانونيين في المجال الاقتصادي. بما في ذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية الثنائية المختلطة اللتين دخلتا حيز التنفيذ هذا العام. كما تم استئناف برامج التعاون الفني لوكالة اليابان للتعاون الدولي جيكا. وكالتنا للتعاون الفني بعد فترة جائحة كوفيد-19 خاصة في مجالات الصيد البحري وإدارة المخاطر الكبرى والتحول الطاقوي. أود هنا أن أعبر عن عميق احترامي وامتناني لكل من كانوا دائما إلى جانبي. شكرا لكم. بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة، تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا سيد فان دير بيلن. جاء فيها: فخامة الرئيس، تقدم إليكم باسم الخاص وباسم الشعب النمساوي بتهنئة الحارة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن العلاقات الممتازة بين بلدينا تجعلني أتطلع للعمل بمعيتكم من أجل تعميق التعاون الثنائي ويعد التبادل الاقتصادي والاستثمار عاملين أساسيين لبلوغ هذا الهدف، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، إذ نعتبر في النمسا بأن الجزائر شريك أساسي لنا ولأوروبا في تحقيق التحول الطاقوي من خلال مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي من الجزائر إلى النمسا. أغتنم هذه السانحة كذلك لأعرب لكم وللشعب الجزائري عن أطيب تمنياتي بمناسبة الذكرى 70 لثورة 1 نوفمبر المجيدة مع أسمى عباراتي التقدير. كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من نائبة رئيس جمهورية ناميبيا السيدة نوتامبو ناندي ندايتوا. جاء فيها:
باسم الحكومة والشعب الناميبي أتقدم إليكم بصادق التهاني لإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن فوزكم الباهر يؤشر على ثقة الشعب الجزائري في قيادتكم ورؤيتكم لمستقبل بلدكم، فأنا مقتنعة بأن الجزائر ستلامس مجددا قمم التنمية والازدهار، وبصفتها بلدا ملتزما بصرامة إزاء العدالة وحقوق الإنسان وتقرير المصير وإنهاء الاستعمار، فإن ناميبيا على استعداد للتشاور معكم حول سبل دعم الشعبين في الصحراء الغربية وفلسطين. إن ناميبيا تولي أهمية كبرى للعلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا منذ مدة طويلة على التعاون والوحدة والنظرة المشتركة، وأنتم بصدد مباشرة مهامكم السامية يسعدني العمل معكم من أجل تعزيز وتقوية روابط الصداقة التي تجمعنا. تقبلوا فائق تقديري. ضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء قرارات مهمة وجملة من التعليمات تمس الحياة اليومية للمواطنين، من بينها الرفع في المنحة السياحية الحج والطلبة داخل الوطن وخارجه. القرارات التي تستجيب لتطلعات المواطن لاقت الكثير من الارتياح، وهو ما رصدته لنا فتيحة بوعراب في سياق الروبورتاج التالية. في خطوة تعكس التزام الرئيس عبد المجيد تبون بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والتعليمية، جاء قرار رفع منحة السياحة ومنحة الحج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن كأحد القرارات الهامة. هذا القرار يحمل في طياته دلالات عديدة، فهو ليس فقط دعما ماليا مباشرا، بل هو اعتراف بأهمية تمكين المواطن الجزائري من الوصول إلى فرص أفضل في مجالات متعددة. منحة السياحة التي لم تشهد رفعاً في قيمتها منذ ما يقرب 3 عقود ستمثل دعماً هاماً للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج. قرارات مجلس الوزراء لنهار أمس هي قرارات يعني تاريخية وتستجيب للمطالب الشعبية وللوعود التي قطعها السيد الرئيس في الحملة الانتخابية. أنا كجزائري مواطن يعني يساعدني البنك يعني خرمني يعني سوق سوداء. أي حاجة تفرح بيان سور باسكو 95 أورو ما قليل، دونك ما دير والو بريسك، دونك ماذا بينا تزيد أكثر وأكثر كيما لي بيي الآخرين وإن شاء الله ديما تزيد. وهذه مبادرة مليحة مليحة بزاف ونتمناو لهم النجاح فيها إن شاء الله. أما منحة الحج فتأتي كمساهمة في تسهيل أداء مناسك الحج للمواطنين بما يخفف من الأعباء المالية التي يواجهها الحجاج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة. قرار مليح ياسر، راح يعاون المواطن الجزائري، لأن من قبل كانوا الحجاج يروحوا وكانت المنحة اللي عندهم كانت ما تكفيش مع الزيادات هذه. هذه المنحة التي تزيد في تحسين ظروف الحجيج في البقاع المقدسة، فنشكر الدولة الجزائرية على هذه الإضافة إلى الشعب الجزائري. هي كانت من قبل لكن زاد السيد رئيس الجمهورية رفعها، وهذه تسهل على الحجاج خاصة في إقامتهم إلى غاية ربما عودتهم، كل ذلك تسهل عليهم هذه المنحة. شكرا للسيد رئيس الجمهورية هذه الالتفاتة التي تعتبر وفاء منه لشعبه ووفاء منه لوطنه. الحمد لله كل سنة احنا نشوف تنظيم يعني لائق بالحجاج، والحمد لله على هذه القرارات، وهذا إن دل وإنما يدل على أن حرص الحكومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية أنها تسعى جاهدة لأريحية الحاج الجزائري. وفيما يتعلق بمنحة الطلبة داخل وخارج الوطن، فإن زيادة هذه المنحة تعد استثمار في مستقبل الجزائر، إذ تعزز من قدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف سواء كانوا داخل الجزائر أم في الخارج. هذه الزيادة تعتبر اهتمام للطالب، ونقدم شكراً جزيلا للسيد عبد المجيد تبون، تقوم بتحفيز الطالب للقراءة للدراسة في خارج الوطن. كنا طلبنا منه ذاك الشيء ولباه لنا ومشكورين، نشكره بزاف الحمد لله.
على الوضع اللي رانا فيه. راح يساعدنا بزاف، خاصة احنا الطلبة كما نقولوها اللي رانا مقيمين اللي رانا بعاد على الدار. هي عبارة عن دعم مالي، دعم مالي وايضا دعم معنوي. حكومة تاعنا راهي تبذل تبذل الجهد لازم باه توقف مع الطلبة. في المجمل يعكس قرار رفع هذه المنح الرؤية السديدة للسيد الرئيس لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير بيئة تمكن المواطنين من استغلال الفرص المتاحة لهم سواء في مجالات التعليم أو السياحة أو الحج. ولم يكن القرار مجرد دعم مادي فحسب، بل هو خطوة نحو بناء جزائر جديدة تعتمد على قدرات أبنائها وتفتح لهم آفاقا أوسع لتحقيق طموحاتهم. تحت شعار التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية، أعطى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي من ولاية وهران أعطى إشارة انطلاق الدخول الرسمي للدورة التكوينية 2024-2025. دخول مهني تميز هذه السنة باستحداث ما يقارب 400,000 مقعد بيداغوجي جديد على المستوى الوطني في مختلف التخصصات التي تتماشى وسوق العمل. تم الشروع في التحضيرات لهذا الموعد الهام من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة على مستوى القطاع، بداية من تنويع عروض التكوين الموفرة خلال هذه الدورة والتي بلغ عددها ما يقارب 400,000 مقعد بيداغوجي موزعة حسب طبيعة مختلف أنماط التكوين، والتي تم توطينها عبر المنصة الرقمية مهنتي المعتمدة في عملية التسجيلات عبر الإنترنت الخاص بطالب التكوين. وبالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني بشرشال بولاية تيبازا افتتحت السنة التكوينية الجديدة بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لاستقبال المتربصين لمباشرة تكوينهم في تخصصات حديثة. ولاية ورقلة هي الأخرى كانت على موعد مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة باختصاصات تتماشى والتحول الاقتصادي والصناعي الذي تعرفه الولاية في الآونة الأخيرة، يقول محمد السنوسي عياضة. اتفاقية ثلاثية بين مديرية التكوين والتمهين ومديرية التشغيل وشركة كوسيدير تمكن أكثر من 100 طالب الحصول على مناصب مباشرة بعد نهاية تكوينهم. كوسيدير تحصلت على مشروع، أكبر مشروع هنا في ولاية ورقلة، وهو إنجاز مستشفى 400 سرير. مواكبة لهذا الإنجاز كوسيدير اقترحت على مديرية برعاية السيد الوالي والرئيس المدير العام تكوين الشباب. مادام هي مؤسسة وطنية يعني راح نلقوا فيها بلاصة العمل، ويعني ياسر طلاب راح يستفادوا من هذه الشركة، سيرتو كي جاتنا الجنوب، احنا ما كانتش بكثرة في الجنوب، وأما كي جاء المستشفى الجامعي هذا هنا نفعونا به وراه مليح، قادر ينفعنا في الصحة وينفعنا في العمل. تخصص كونتابيليتي وراح نكون عضو عند مؤسسة كوسيدار لأنه فيها أفاق وتخصص ياسر. موسم جديد للتكوين وتعليم المهنيين بولاية ورقلة، اختصاصات جديدة تأتي في إطار تعزيز وتدعيم المنظومة التكوينية والقدرات المقاولاتية. نأمل كثيرا في هذه السنة أن تكون لدينا أعمال متعددة ومتنوعة في إطار السياحة بالتحديد وإطار الفندقة بشكل خاص، بحيث أنه حسب ما نرى أن ولاية ورقلة تتمتع بالكثير من المقومات التي تسمح لها بالنهوض بهذا القطاع. وفرنا لهذه الدورة 5858 منصب بيداغوجي في جميع الأنماط والأجهزة، تصدر الإشارة بتخصيص 1208 منصب بيداغوجي للتكوين الحضوري يعني لا فورماسيون بريزونسيال في مختلف المستويات، وخصصنا لنمط التمهين اللي باعتباره التكوين التناوبي خصصنا 1395 منصب بيداغوجي. أكثر من 4,000 متمهن جديد على موعد مع انطلاق الدورة التكوينية الجديدة، وآفاق كبيرة لورشات اقتصادية كبرى ترصدها الدولة في إطار خلق الفرص الوظيفية والشركات الناشئة.
ضمن استراتيجية رقمنة كل القطاعات وعصرنة الإدارات، افتتح اليوم بالعاصمة مؤتمر حول المدفوعات الرقمية تحت إشراف وزير المالية العزيز فايد، وبحضور محافظ بنك الجزائر والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل البنك الدولي. الوزير تطرق إلى أهمية محتوى هذا المؤتمر في الاقتصادية الوطنية وفي الشفافية والوصول إلى خدمات مالية آمنة، كما تطرق إلى الجهود التي قامت بها الجزائر في رقمنة مختلف قطاعات وزارة المالية. أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد من هذا المنبر أن مقارباتنا للتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة تسعى أيضا إلى البلوغ الأهداف الاستراتيجية التالية: التقليص من حجم الاقتصاد الموازي، محاربة ظاهرة تزوير العملة، وتوسيع الشمول المالي، والوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد ومحاربتها. نحن اليوم أمام التحديات كبيرة تمس جميع الفاعلين الاقتصاديين في بلدنا، حيث أن تحديث نظامنا للدفع الكتابي والإلكتروني سيمكن الجزائر من مواجهة التحديات الاقتصاد الحديث مع ضمان مزيد من الشفافية وأمن المعاملات المالية. ولكن الأهم من ذلك أنه سيوفر لكل مواطن فرصة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، خاصة المناطق الريفية والمناطق النائية التي يجد النظام المالي التقليدي صعوبة في الولوج إليها. ضمن مقاربة تنموية متوازنة واستجابة لتطلعات المواطنين، تشهد دائرة إيناميناس بولاية إليزي في الآونة الأخيرة تجسيد العديد من المشاريع التنموية على غرار إنجاز أزيد من 500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى منطقة صناعية جديدة من شأنها تنشط حركة الاستثمار بالمنطقة. إبراهيم بالخيرة. دائرة إيناميناس شمالي ولاية إليزي هي اليوم ورشة مفتوحة على عديد المشاريع التنموية، بينها مرافق عمومية وسكنة اجتماعية، حيث وزعت حصة معتبرة على قاطن السكنة الهشة بهدف استرجاع أوعية عقارية هامة تجسيدا لمشاريع جديدة مستقبلا. الله نزاغ ضغط الأقاس تفايف الله نغرس التمغاري إننا الحمد لله نستفاد مراد استفاد نغدنا الزغالو بيجي قبل رانا ساكنين في مغاناة السكن للطين في الخي الويام مدة سنوات، صح الحمد لله اليوم عطونا السكنيات إن كان يضي سكلتنا اللي نزاغ ضغط الأق الله يورتد ولا قال مغانا نتمزغ، بس الحمد لله رب العالمين على الوجود. وترقية للاستثمار المحلي، تعمل شركة أكوسكو على تهيئته منطقة النشاطات الكبرى من خلال تعبيد الطرق وربطها بمختلف الشبكات تسهيلا لمناخ الاستثمار بهذه الولاية الحدودية. كما تشوفوا تلاحظوا كاين ماشينة تخدم البوردور حتى كيلومتر في النهار الله يبارك، وتخدم لاسينيسم ولي كانيفو ولي بيز تخدم كوش الله يبارك، ونسبة الأشغال 98%. حاجة مهمة ياسر، هذه يعني كنا نسنوا فيها احنا، وانت تفتح هذه وانت تكمل ان شاء الله شركة توفر خدمات ويدعم لها ومؤسسات اخرى تدخل المنطقة هنا ويكون فيها خير ان شاء الله. كل المؤسسات اللي راهي لي سو تريتوار تاع سوناطراك ممكن يستفادوا بقطاع أرضية في هذه المنطقة باش يكونوا الصناعة تاعهم على مستوى المنطقة تاع إيناميناس. كما شرع مستشفى إيناميناس الجديد في تقديم الخدمات الصحية للمواطن بعد إسناده مهمته تسييره إلى الكوادر الطبية للجيش الوطني الشعبي للحد من التنقل المستمر للمرضى. في النشاط الفلاحي، ومع انطلاق عملية الحرث والبذر، وفرت المصالح الفلاحية بولاية قلمة كافة التدابير والإمكانات من أسمدة وبذور وقروض ميسرة لإنجاح العملية، ما يبشر بموسم فلاحي وافر. محمد زمولي.
بتحصيلها لمليون وثلاثمائة وخمسين ألف قنطار من القمح الصلب الموسم الفارط، تمكنت ولاية قلمة من اعتلاء المرتبة الثانية وطنيا في هذه الشعبة. النتائج الإيجابية تلك شجعت الفلاحين على رفع سقف التحدي بالتهافت على مخازن البذور والأسمدة، والتساقطات المطرية الموسمية شجعت عملية الحرث والبدر. الشباك الموحد فتحناها مبكرا حوالي 22 جويلية. عملية تحضير البذور كذلك بدأت تقدر تقول كما كملنا عملية حصاد. كان الهدف المسطر تقريبا على التعاونية، احنا عادة نبيع حتى 104 ألف قنطار. الموسم هذا عندنا بربي إن شاء الله أكثر من 115 ألف قنطار. تتوفر ولاية قلمة على أراض عالية الخصوبة ومحيط سقي يتربع على مساحة 9500 هكتار، ضمان الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب الذي حددته السلطات العليا للبلاد. ونظرا لإيجابية النتائج جعل المصالح الفلاحية بهذه الولاية تخصص 100,000 هكتار كمساحة لزراعة الحبوب. إلى حد هذه الساعة ما يقارب 75,000 هكتار تم حرثه وتنعيمه والانتجار إن شاء الله في هذه الأيام لمباشرة عملية الزرع، و 75,000 هكتار تمثل يعني في ما يخص مقارنة بالأهداف المخات كما قلنا هي 99,772 هكتار. باه نحقق الأمن الغذائي والسياسة دي تاع رئيس الجمهورية باش نحقق الاكتفاء الذاتي، لابد من الجميع التجنيد، نجندوا كل كثر خير ربي والدولة تاعنا وقفت معنا احنا فلاحين، رحنا نخدموا ونعملوا وهذا واجب وطني لازم نخدموه باش نديروا اكتفاء ذاتي. تم ايداع 567 ملف في اطار قرض الرفيق، منها 314 ملف تمت المصادقه عليه اي قبوله بغلاف مالي يقدر ب 547 مليون دينار جزائري، والذي نامل فيه ان يكون ان شاء الله موسما ناجحا متميزا بوفره الانتاج في مختلف الشعب. تبني الفلاحين للطرق العلمية في احترام المسارات التقنية واعتماد المكننة والري المحوري من شأنه أن يدر المزيد من المحاصيل. وقطاع الفلاحة بإنجزام يشهد انتعاشا بعد توسيع الأراضي المزروعة وتوفر المياه الجوفية، ما حفز الفلاحين على تنويع منتجاتهم الزراعية. فاطمة زهراء بن فرج الله. كل يوم يقوم رمضان عابدين بتفقد هذه الأحواض، وهي تجربة فتية لتربية المائيات بولاية إنكزام في هذه المستثمرة النموذجية. جابونا مجموعة منهم فيها كبيرة وفيها صغير، التجربة هذه تاع تربية المائيات تجربة ناجحة ما شاء الله 100%. على مستوى ولاية إنكزام كانت يعني تكوين للفلاحين من أجل إدماج هذا تربية الأسماك داخل المزارع الفلاحية. المستثمرة تتوفر أيضا على المواشي والأبقار إلى جانب تربية الإبل، فيما تبقى الاستفادة من حليب النوق في المجال التجاري من التحديات المستقبلية، بالإضافة إلى دعم وفرة اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية. باقين نديروا وحدة لتصنيع الأجبان نتاع الماعز والبقر، والإبل اللي بقي نديرو قضية تعليب حليب الإبل مصنع كشغل مصنع نديرو تعليب حليب الإبل. وعلي تبقى المستثمرات النموذجية من المؤشرات الإيجابية لتطوير القطاع الفلاحي بولاية إنجزام، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التبادلات في المجال الفلاحي في عمق القارة الإفريقية. دوليا، وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فجر اليوم 25 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قصف صهيوني لمنازل وخيام النازحين في مخيمي البريج ونصيرات. يحدث هذا بتزامن مع قصف الطيران الحربي الصهيوني العديد من المباني والمنازل السكنية في مدينة غزة ومخيم جباليا. سارة دراجة. على مدار عام كامل لا تزال الحرب مستمرة، فما لا يقل عن 25 فلسطينيا استشهد اليوم وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف بناية مأهولة في مخيم البريج وخيام للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. مات في حضن ابن امبارح،
ما خلونا شجرة ولا ما خلونا حاجة. الأرض الشبعة الدم، دم الأرض ارتوى الدم الشهداء. معي يا ربنا صفيت لله، صفيت لله، صفيت لله، مش للوطن، صفيت لله. وبعد مرور عام على اندلاع حرب الإبادة المتواصلة التي استعمل فيها الكيان الصهيوني أبشع طرق الإبادة، زاد القلق والصدمة لدى سكان القطاع ووصل لمستويات غير طبيعية، إذ تدهورت إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج. بس الحرب على المدنيين، على الأطفال، على النساء، على الشيوخ، على مين الحرب؟ إيش في عنا إحنا في قطاع غزة؟ في عنا بوارج في البحر ولا عندنا طيران F-35؟ ايش في عندنا؟ اين شبع يعني شعب اعزل طول عمرنا مع مفهوم كل العالم العربي والاوروبي بفهم انه احنا مضطهدين وانسلب حقنا. ويواصل الاحتلال حربه الهوجاء ضاربا عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية وجميع آمال البشرية الداعية للسلام. وفي لبنان صعد الاحتلال الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على البلاد، ووسع نطاق توغله البري في مناطق عدة من البلاد، واستهدف الكيان الصهيوني اليوم مناطق جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مخلفا عددا من الشهداء والجرحى. وفي هذا الصدد أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في لبنان مستمر في التدهور، معربة عن قلقها إزاء الهجمات على النظام الصحي واستهداف المدنيين والبنية التحتية. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2073 شهيدا و 9869 مصابا منذ بدء العدوان، ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص من منازلهم. في المغرب، النظام الذي يزعم حماية مصالح المغرب لم يتردد في المتجرة بدماء شعبه من أجل مصالح ضيقة في مسعى للحصول على اعترافات زائفة تدعم خططه الاستعمارية في الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع الكيانية الصهيونية. المخزن الذي يبيع الأوهام للشعب لم يكترث لحقيقة أن هذه الاتفاقيات والاعترافات ليست سوى أدوات لخدمة شلة حاكمة فقدت صلتها بالواقع. سونيا غاسي. ما بني على باطل فهو باطل. نعم، إنه بطلان الإدعاءات المغربية بمغربية الصحراء، إدعاءات اتخذها المخزن لتضليل وإيهام المغربيين وإلهائهم بهدف صرف أنظارهم وتشتيتها عن الأزمات والاختلالات الداخلية وتمرير الأجندة السياسية. كذب المخزن وصدق أكاذيبه، فاعتراف ترامب بمغربية الصحراء لم يكن سوى وهم تلاشى لتتضح الحقيقة. ويؤكد بلينكين موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي ودائم دون تأخير. هذا الاعتراف الذي حاول وزير الخارجية المغربي طمسه وحذفه هو وأذرع المخزن الإعلامية حتى لا يشاهد المواطن المغربي الحقيقة، لكنه موقف ظاهر ومدون على موقع الخارجية الأمريكية. حتى الادعاءات المغربية بإنشاء وفتح قنصليات في الأراضي الصحراوية ما هي إلا خطة فاشلة وكاذبة لإلهاء الشعب المغربي، فهي هياكل بدون تمثيل مؤثر. وإن هرول المخزن نحو التطبيع ونحو الكيان الصهيوني للاعتراف بمغربية الصحراء، ذاك كمن استنجد بغريق. لم يكن خيط الكذب والبهتان طويلا، فتلاحقت الحقائق الدولية لتفضح المستور، ولعل حكم محكمة العدل الأوروبية الذي أصدرته مؤخرا جاء ليضيف ثقلا إلى هذه الحقائق. فقد قررت المحكمة بوضوح لا لبس فيه بطلان الاتفاقيات التجارية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي ظل ينهب لعقود خيرات الأراضي الصحراوية بدون وجه حق في محاولة احتيال أخرى اعتقد أنها ستنطلق على المحكمة بعدما جلب توقيعات لمواطنين ادعى بأنهم من الصحراء الغربية، لكن حيلته سرعان ما كشفتها التحقيقات لتؤكد قرار المحكمة بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية. فمتى سيستفيق الشعب المغربي ويدرك حجم الوهم الذي يبيعه إياه نظام المخزن؟
والنظام المخزني لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، بل يسعى لتوسيع نفوذه بطرق خفية مستخدما عملاء متخفين تحت هويات مزيفة يعملون على مراقبة وتحييد أي تحركات قد تمس مصالح النظام، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. هذا الأسلوب العدواني أثار قلق العديد من الأجهزة الأمنية الأوروبية، حيث تم ضبط شبكة واسعة لجواسيس مغربيين اسمها سلطانة. أينما حل عملاء المخزن فثمة شبهة، وأينما ثقفوا لا يؤتمن لهم جانب، فلم يعد وكر الجواسيس في المغرب خفيا على أحد. فضيحة بيجاسوس كنظام تقني للجوسسة لم تكن الأخيرة في تاريخ المغرب، أو حتى فضيحة ماروكايت التي عصفت بالاتحاد الأوروبي وعرت استراتيجية المخزن أمام العالم في شراء الذمم والابتزاز والجوسسة. تقارير دولية أخرى غصت بفضائح عملاء المخزن من سياسيين وعسكريين وشخصيات نافذة جندهم المخزن كجواسيس وعملاء، وفق ما نشرته صحيفة إسبانية، وهو ما أكده تقرير مركز الاستخبارات الوطني الإسباني عن وجود 7 جواسيس مغاربة تم القبض عليهم يعملون لصالح أجهزة المخزن خلال فترة 10 سنوات. يأتي هذا التقرير ليؤكد أن النظام المغربي يسعى لتوسيع نفوذه بطرق ظلمية مستخدما عملاء متخفين بهويات مزيفة، فقد تجدهم كسائقي سيارات أجرة أو كنادل أو حتى عامل بفندق، مهمتهم محددة وهي جلب الأخبار ونقلها وفق ما هو مخطط، يؤدون أدوارا معقدة لتأمين مصالح النظام الملكي على حساب القيم الوطنية والدولية والقواعد الدبلوماسية الشفافة. دول أوروبية أخرى كشفت جواسيس المخزن كألمانيا التي أسقطت شبكة مغربية بتهمة الجوسسة، كذلك بفرنسا وحتى الصين وإفريقيا التي لم تسلم هي الأخرى من هذه الممارسات. في الخفاء وبين خطوط العلاقات الدولية يتحرك هؤلاء، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تحذير دبلوماسيين بمناصب حساسة في العاصمة البلجيكية بروكسل من جواسيس المخزن الذين يسعون إلى جمع المعلومات من السفراء والقناصل والعاملين في البعثات الخارجية لتحويلها إلى جهات مشبوهة. لم يتوقف القضاء الهولندي عند التحذيرات، بل تعداه إلى إلقاء القبض على مغاربة بتهمة زعزعة الأمن الهولندي والأوروبي وتسريب معلومات جد حساسة حول أمن البلاد، وهو ما أحدث زلزالا سياسيا بهولندا وأثار استياء لدى الرأي العام الأوروبي. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول لإقامة علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، اختار نظام المخزن الذي يعيش صراعا داخليا بين أجنحته المتناحرة ليسلك طريقا ملتويا مليئا بالمناورات، مستهدفا دولا صديقة وجارة وحليفة، ومتجاوزا حدود الأخلاق والسيادة. ونختم بفعالية الطبعة 12 من المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران، تظاهرة عرفت إدراج عاملي التكوين كأحدى الأركان القارة من أجل تمكين الطلبة من الاستفادة وتأهيلهم في ميدان الفن السابع. محمد سلمي. كلية الأدب والفنون بجامعة وهران واحد أحمد بن بلة كانت فضاء جامعا لاستقطاب الطلبة والمهتمين في ميدان الفن السابع من خلال احتضانها لفعالية الورشة التكوينية ماستر كلاس في مجال التقطيع التقني. يعني فرحان بزاف خاطر الدور ديالنا يعني دو ترانسميت ان ميساج للمهنه ديالنا وكلش، تشوفين الصالة هكذا سي فريمون مانيفيك. شافو اون جونيس اي طالعه مليح، دونك نظن يفو بوسي دون لا فورماسيون باش نطلعوا لهم المستوى يكون لاباس به. تعلمنا كيفاش تخدم ديكوباج، انا ما كانش عندي زعما ليدي عليها، مي اليوم مام تفرجنا لي فيديو باش كيفاش تولي تخدم ان ديكوباج. عطانا يعني المفاتيح كيف نعمل التركيب وكيف نقوم بالتقطيع السينمائي. كانت عندي معلومات ضئيله شويه بصح مع بشويه بشويه اليوم اكتسبت معلومات قيمه.
من خلال المهرجان اللي نحيوه لأنه قدر يوصل السينما الجزائرية إلى الجامعة من خلال استضافة أسماء وازنة تقدم مداخلات وماستر كلاس للطلبة يعني تطبيقية خاصة. ورشة التمثيل، البودكاست السينمائي وميدان النقد والإخراج، مسارات تم إدراجها من قبل محافظة المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران. أنا personnellement j'étais plus le théâtre mais كما قال لك الفن السابع سي ان اوتر موند دونك زدت تعلمت صوالح جدد. درنا فورماسيون شويه تياترو يا سينما تما عطانا لي ديفيرونس اللي كاينين الاساسيات اللي نسحقوهم حنايا في الاكسبيرونس تاعنا زاد طورنا. يعني باش الانسان من نقطه صفر ويطلع درجه يليق ورشات كيما هكا يليق يكونوا تعدم مؤطرين. هذه الورشات سي فايده لينا والمصاغر تاعنا اي بور لافونيغ اوسي والثقافه ان جينيرال. ماستر كلاس وما يقدمه للمتربصين من معارف في ميدان الفن السابع سيسهم لا محالة في إعطاء نفس جديد للمشهد الثقافي بالجزائر عن طريق تبادل الخبرات بين المؤطرين والشباب الهاوي. تذكرون الآن بأبرز ما ورد في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يهنئ أخاه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية وسفير دولة اليابان اللذين أديا له زيارة وداع غداة انتهاء مهامهما. على ضوء مخرجات مجلس الوزراء التلفزيون وقف عند مكسب رفع المنحة السياحية الحج والطلبة تلبية لتطلعات المواطنين. انطلاق والدخول الرسمي للدورة التكوينية الجديدة والقطاع يتعزز بنحو 400 ألف مقعد بيداغوجي مسيرة للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني. في الجهد التنموي مشاريع حيوية لفائدة ساكنة إنامناس. وفي النشاط الفلاحي تدابير وإمكانات مسخرة في عملية الحرث والبذر تبشر بموسم فلاحي وافر بكلمة. في المغرب نظام مخزني يتاجر بدماء شعبه ويقتات من فقره مروجا لأوهام الإنجازات الزائفة الداعمة لنزعته الاستعمارية وسياسته التطبيعية. والجوسسة وجه آخر من أوجه الخطط الظلمية للنظام المخزني. شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.